احب كده، اجي كده في الروقان الف لي سجارتين، اشرب لي كاسين، بعيد عن الوش والقرف ولادته وعجن ابويا. لا مؤاخذه يا برنس. ثانيه واحده، في ايه يا ابني؟ مش قلت سيبوني شويه اروق دماغي شويه لوحدي؟ في حد بره عايز يقابل معاليك. مين؟ اتفضلي. طب اقفلي انت دلوقتي. انا قلت هو الموز. انت قلت مستنيني وانا ما كتبتش خبر وجيت. تصدق بالله انا قلبي حاسس ان الجايه جايه، قصدي يعني اني مش هون عليك. ايوه بس انا ليا عندك حق عار. انت حقك مردود تلت ومتلت وباي تمن. رمانه ملهاش تمن يا براء، ولا عمرها هتنزل مزاد رجاله. رمانه ما يوزنهاش الا راجل يسند ظهرها لاجل ما يملى عينيها. اهل كرنا قالوا ادي الجمال وادي الجمال. انت جيت لي وقصد افندينا، بس برضو غاوي والغاوي ينقط. وقلت اني معاك هكسب فوق ما انت متخيله. واديني جيت اهو عشان نتفق. وماله نتفق؟ بس قبل ما نتفق في بقين عايزك تسمعيهم، عشان انا احب الشغل يبقى على نور حتى لو سكته ضلمه. قول يا براء. لو الشيطان حب يلعب معاك الدنيئه وصور لك انه ينفع انك تشتغليني ويبقى اخر الحوار ده انك تسلميني الافندينا، تبقي خطتي عتبه قبرك وحفرتي بايديكي. يبقى انت بتحمرق ومش قد كلامك. اما بقى لو كان الكلام طالع من القلب وبنيه صافيه ونظيفه ومش متعصى غدر، تبقي حطيتي رجلك على سلالم الجنه وعمتي على وش الدنيا عوم وخبطتي على باب السعد بايديك يا رمانه. بقولك ايه يا براء، انت شكلك كده مش مطمن. خلاص لو مش مطمن بلاها ونشيل ده من ده يرتاح ده عن ده، بس تطلعني من نافوخك خالص وتطلعني من الحوار ده. يا بت اقعدي، ايه القفش اللي انت فيه ده؟ اهدي شويه، الكلام اخده وعطى. وانا برضو مش عبيط عشان اصدق ان واحده ممكن تقلب على حبيب القلب بسرعه كده. ربنا يكفيك شر كسره القلب. والست لما ينكسر قلبها بتسن ضوافرها وتذبح. وخميس خليني اسن ضوافري على الاخر. سلامة قلبك يا رمانة. يبقى نبقى. طب مش نسمي الأول؟ بسم الله الله أكبر. صباح الفل يا ست مطر، إيه الحلاوة دي كلها؟ تلم يا بيت. والنبي قمر وقشطة، قوليلي استحمتي بالزيت ولا لأ؟ بقولك إيه يا بت يا سوري؟ نعم. هو انت لما كنت بتتجسسي علينا لصالح الحكومه كنت بتاخدي كام؟ ايه لازمتك بس الكلام ده يا ست مطر؟ ما احنا خلاص بقى تبنا الى الله. انا بسال بس يعني. عادي يعني، هي الحكومه دي بتدفع حاجه؟ اسمعي يا سوريا، احنا ولايه زي بعض وغلابه، وتيكي شايفه عيشتنا في البيت ده محدش ضامن حاجه، وانت عارفه انا نجيتك من الموت قبل كده، يعني ليه في رقبتك جميلة؟ والنبي شايلها العمر كله يا ست مطر. يعني يا بت لو طلبت منك حاجة تعمليها؟ طبعا، ودي عايزة كلام أمور انت بس. ماشي، وانت معايا تكسبي كتير قوي. كام يعني؟ خميس الدنيا. الله يسلمكم يا رجاله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللي كان يهرني وكمان مستصغرين وكمان مستصغرين
وانا اللي كان كسرني اللي كان قاهرني يستقلوا بي وكمان مستصغرني. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه يا اخويا شفت عفريت؟ انصرف. انما ايه الشياكه اللي انت فيها دي؟ تعالى بص على نفسك في المرايه. مرايه ايه اللي عايزه تبصصيني فيها كل شويه دي؟ انت عامله ايه في المرايه دي يا بت؟ عايزاك في كلمتين. مرايه شو؟ وانا كل ما افتح باب الاقيك حاضره. يا اخويا وطي صوتك شويه حتى هيسمعنا. اتوقع عشان ما توطي حسك كده. اصل من ساعه ما رميت الكلمه اياها في عيني وانا مش عارفه اطلع مع نفسي. والنبي قرصني كده احسن اكون بحلم. ما تلمي الدور يا بت. لم الدور شوية والكلام ده. يعني انت كنت تقصد لما قلت لي عايز تهلك؟ انا قلت كده. امال امي؟ معرفش. دي بيسأل الحاجة. فسحي سكة يا بنت. فسحي يا بنت سكة ورا. يا حمام انا مفسحها اهو. فسحي بنت ورا بدل ما تطب علينا اللي ما بترحمش. لو النبي قال لي فسحي. ربنا يجعل كلامنا خفيف عليها يا رب. يتوب علينا ربنا. اللي كان كسرني بيستقلوا بيا وكمان مستصغريني كمان مستصغريني. فروما بدران يا استاذ بدران. خلي بالي ايه انت يا استاذ بدران؟ ما بتتكلمش كتير. ايوه يا خير خير. مالك الحقني. مالك اهدى. تعالى شوف النسيبه السوداء اللي وقعت فيها. ايه الحكومه كابست عليكي تاني؟ بص عليك السيره دي تيجي على الصبح كده على الريق تف من بقك. امال ايه اللي جايبك ورا على هنا؟ بنت من البنات اللي عندي. بس دي غير البنات دي بتجيلي دليفري. ايه الموتوسيكل بتاعها اتسرق؟ بص عليك يا استاذ بالذمه ده وقته. لا بعتها للدكتور بتاعنا الدليفري اصلها حبل قلت يسقطها. لسه يا دوب هيبدا الحكومه كبست عليهم اخدتهم سره واحده. هو انت ما جيش من وراك الا البلاوي؟ انا ليا غيرك يا بدران. بس انا دلوقتي ورايا مواعيد مهمه. مش اهم من البت اللي مستنياك تمد لها ايدك وتنقذها يا بدران. الحقني. هات ارجع على المكتب ما تنساش تجيب البطاطايه بتاعت العشاء. يلا يلا بينا. عشان كده علي مهم جدا نعرف الست اللي بيروح لها الستات دول. انت مش مفروض عملت عنها تحريات؟ اسمها حنتومه. حقيقي؟ حنتومه وشغاله في السحر والدجل والشعوذه والكلام الفاضي اللي سعادتك عارفه ده. طب ما انا هايل. هايل جدا كمان. الست دي بقى لازم نلاقي لها سكه نخش لها منها. لان لو عرفنا الستات دول بيروحوا للست دي ليه هنعرف حاجات كتير قوي عنها. وممكن في الحاله دي كمان ادخل. تمام يا باشا. خير؟ في واحد بره عايز يعمل ساعتك. ما قالش اسمه ايه يا ابني؟ الباشمهندس عبد العزيز ريان. عبد العزيز ريان؟ ده ابو الواد شادي بتاع حمله الفيلا. قول له ادخل. تحت امرك يا فندم.